مشاهدينا نعود لنتواصل معكم عبر ضفقنا الصباحي الحي والمباشر، وكما عودنا دائما دكتور عبد المجيد عبد القادر من خلال صباح الشروق ياتي بالجميل والمفيد، لكن الجميل ان يشمل اقتصاد البلاد ان نركز عليه في المرحله القادمه لدعم الاقتصاد السوداني وايضا زياده دخل الفرد، وهو الجانب المشرق اللي نتمناه دائما في سوداننا الجميل. كل تاكيد دكتور عبد المجيد عبد القادر، سعيدين جدا بك عبر صباح الشروق، حبابك عشرة. الله يخليك، اهلا وسهلا. نحن لما نقول اقتصاد المنتجات الجماليه كانما بنشير لكلمه مهمه جدا، مفروض كل شبابنا زي ما تابعنا داليا قبل شويه، كل المهتمين بالجانب ده اشتغلوا فيها، اللي هي كلمه ابتكار. نعم الابتكار كده. خليني اول حاجه ابشر الشعب السوداني بانه طبعا كان في موسم خريف جيد جدا، وانا لانه مهتم بالزراعه اتزرعت مساحات ذخمه جدا من الذره والسمسم والمحاصيل الزراعيه المختلفه. نعم. والإنبات جيد جدا والإنتاج جيد جدا، لكن يا أخوانا عندنا مشكلة بتاعت عمالة. نحن محتاجين في الحتة دي لابتكار في جانب كيف نقدر نوفر العمال اللي بيقطعوا المحاصيل دي ويجهزوها. 50 مليون فدان، لو كل 10 فدان يعني بيقدر عليها زول واحد، معناها نحن عايزين لنا 5 مليون من الناس الأشداء الأقوياء عشان يشتغلوا. هل عندنا؟ ما عندنا. نحن هسي يعني كنت أول مبارح مشيت منطقة القضارف لأني معني بالمنطقة دي، وهناك معظم الناس بيجيبوا الإثيوبيين وبنديهم 50% من الإنتاج عشان يقطعوا لنا، لأنه ما في عمالة ولأنه العيش ده يعني حيقعد لحد ما يتصب فوق المطر مرة ثانية. نحن محتاجين من شبابنا لأنه يبتكرون. والله العظيم أنا لو كنت في محل أخونا حمدوك كان طوالي حأدي إجازة لكل الوزارات وأقول لهم يا إخواننا تأجزوا 11 و12 واحد دي تمشوا الناس يمشوا الحصاد، شباب أولاد بنات نأجز كلنا. وبالمناسبة الخواجات كانوا زمان بيعملوا حاجة قريبة من كده. نرجع لحكاية الابتكار. ضروري أقول لكم يا أولادنا إنه والله الاقتصاد في العالم بالمناسبة نوعين، في حاجة اسمها الاقتصاد الأسود البلاك إيكونومكس، وفي الاقتصاد الأبيض. نعم. الاقتصاد الأسود ده بالمناسبة 70% من الممارسات الاقتصادية في العالم سوداء، بلاك إيكونومكس اللي هي السلاح، الدعارة، السرقات، الاختلاسات، المصايب الكبيرة اللي بتشوفوها دي ما هي إلا ده الاقتصاد الأسود اللي هو دائما تحت الطرابيضة. الاقتصاد الأبيض هو التصدير الاستيراد الإنتاج وإلى آخره. زي ما الاقتصاد الأبيض فيه ابتكارات، برضو الاقتصاد الأسود فيه ابتكارات. بتجي الابتكارات هنا على المستوى الفردي الناس ذاته، أو على مستوى مجموعات زي مجموعة بيتنا دالية دي، أو حتى على مستوى الحكومة. الحكومة برضو مفروض تكون مبتكرة. يعني نحن مثلا الليلة لما واحدة من الشركات تقوم تحول لي عصي الدخن في كيس باودر، مؤكد ده ابتكار أفضل لي من مثلا طرق أخرى لصناعة العصيدة. وبساعدنا عشان ما أسويها بطريقة كويسة للعالم كله. بالضبط، وأطلعها كمان من عندي تبقى يعني مستهلكة برا أفضل وأسرع وجايبة عايد بالعملة الحرة. يا ريت لو مع كل كيس في قالب كمان ليه. نعم، بتبقى مشكلتنا نحن دايرين أولادنا ديل ما يكرسوا لنا الابتكارات في اتجاه الاستهلاك المحلي، وفي استهلاك انه نتحول نحن لمستهلكين. مثلا لما يقوموا الريحه والما بعرف هو البتاع والهناي والتيبان وطرزوه وسووه بتاع ونقطوا، بنبقى كاننا يعني اقرب ناجل حق الحته دي ونقوم نقفز للحته الثانيه اللي هي بتاعت الانتاج. انا يعني بقدر الامكان احاول اعمل لي حاجه بحيث انه اقدر اصدرها برا وتجيب دولار وتدعم الاقتصاد. الاقتصاد الاسود يا اولادنا طبعا تكلمنا عنه، حتى فيه ابتكارات كثيره جدا. نبدا مثلا من في ناس يعني مثلا عندك العالم يفترض انه فيه حكايه بتاع 8 مليار
4 مليار منهم نسوان. في ناس ومؤسسات وشركات قايمة على بيع ألبان النسوان بالمناسبة، بيبيعوا اللبن ده 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 ده, ده نوع من الابتكار، بيبيعوا بيأجروا أرحام النساء، بحيث انه طبعا بتكونوا سمعتوا بحكاية انه ذول يلدوا له ولد لكن تحمل مرة تانية يأجروها، يعني ده اسمه تأجير الأرحام، ده غير بيع البويضات، غير بيع الحيوانات المنوية. أضف إلى ذلك الشغل في مجال الرياضة مثلا نوع من الابتكار، صحيح. يعني كونك انت تقوم الليلة، انا مثلا بدل ما اتعب واعمل لي مليون فريق بتاع كورة وبتاع، ليه انا ما اقوم اجيب لي 11 نفر منهم اطفال اعلمهم واربيهم واطلع منهم 11 سوداني نجيضين بجيبهم كاس العالم، جميل. اعمل لي مدرسة بتاعت متميزين لدرجة عالية من التميز، اجيبهم جائزة نوبل ولا وهكذا. أنا دار أديكم فرصة تسألوا إذا طيب كلام ذكرته. طيب مين بديت بالموضوع الإنتاج والابتكار حتى على مستوى السودان بانتشار أراضينا الشاسعة والواسعة، محتاجين برضو الاهتمام أكبر من قبل شبابنا في المرحلة القادمة. لكن لو جينا للموروث السوداني الكبير، معروف إن الموروث ده قد يخلق الدهشة عند المطلق الخارجي البي بشاهدنا، لأنه حاجات دي غريبة وهي على امتداد عصور يعني خلت، فكيف ممكن نسوق لحاجاتنا دي بالصورة المطلوبة، سواء من فولكلور، من مصنوعات يدوية تقليدية سودانية، من مصنوعات حتى تحت النساء على مستوى البيوت، كيف نقدر نسوق لها؟ وهل التسويق اقتصاديات لدخل الفرد هي مجدية، وبالنسبة للتسويق خارجية حيكون كيف شكله؟ ده كلام مهم جدا. أنا أؤيد تماما التوجه نحو دعم أولادنا الشباب وابتكارات وتمويل كمان، بل بفتكر يعني بنك الإبداع ولا أي الجهاز المصرفي المفروض يكون عنده تمويل مخصص للمبدعين زي ما في العالم يعني من 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 حولنا. لسوء حظنا بالمناسبة شغلنا بتاع الآثار زائد شغلنا بتاع السياحة ما قاعد يمسكوا لأهله، يعني أنا ما ممكن أجيب لي زول بتاع السياحة هو بيفتكر انه ضد انه التماثيل مثلا عباره عن اصنام، ما بمشي عليك لقدام اصلا. فانت انت انت داير لك دول عشان يبتكر لك في مجال السياحه ولا في مجال الاثار ولا في تطويره، داير لك انت دول مبتكر، لكن ما ممكن تجيب لك دول هو ذاته في رقبته دي مع السمع عشان يقوم يبتكر لك. اذا نحن محتاجين ل يعني فكرة الابتكار دي تكون موجودة جوا وزاراتنا وجوا المعنيين بأمرنا عشان يهتموا بالشباب المبتكرين. هؤلاء البنات نازلة وغيره لو ما لقوا مبتكر دول فوق لهم ما بيمشوا لقدام، محتاجين هم للمبتكرين منه من الوزراء، من الوزارات المعنية، من يعني منظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر ده، وكمان من الجهاز المصرفي اللي مفروض يمول. هسي لو سألتها بيكون داري دي تمويل ذاتي، هي ذكرت تمويل ذاتي، هاي تمويل ذاتي بيكون ضعيف جدا جدا، وقالت لك ناي وابوي وما بعرفه منو ناي وكتر خيره. يا اخوانا القصة اللي احنا دارنا نكبرها ودارنا يعني نبقى يعني في مستوى العالم من حولنا، محتاجين لعمل كبير جدا، محتاجين لابتكار يدعم بواسطة الدولة. وريني ياتو مؤسسة ولا وزارة بتدعم الابتكارات الجديدة، ما بتلقى، ما في. شنو الخطوة طيب المفروض نمشي في الاتجاه هذا عشان مؤسسات تقدر تدعم؟ المفروض يحصل شنو؟ ما قلناها، أنا قلت لك لو كنت عامدك كنت حقول قرار يا الجهاز المصرفي خصص 10% من مواردك اللي قاعد تمول بها لتمويل الابتكارات بتاعت الشباب المتعلقة بدفع مثلا بنت أنا دالي هتشتغل في الحنة مثلا، الحنة دي معناها تطوير لناس الدامر هناك البنتيو الحنة، بالتالي تطوير برضو لناس الري، يعني من كلامك نطور العملية كاملة من الزراعة من الأرض إلى التسويق. تماما هاي ما هي نقدر نربطها مع بعض مع بعض يعني مع بعض. فمحتاجة لإرادة وقرار سياسي وناس مؤمنين بالقضية. أنا هسي لما أقول لك والله أنا محتاج لي 5 مليون عامل وما لاقيون، سواء كان في قطاع الصنغ العربي بتاعنا او في قطاع امشوا هسه اركبوا انتم في غارات الشروق دي اسالوا ناسكم بتاعين القضارف هناك، حيقولوا لكم والله ما في عمال، تمشوا من مدني
تلقى شفت الاراضي دي العده كده، لكن ما في زول شغال لانه ما في عمال. وبتمتد الحكايه دي منهم ده فوق في غرب السودان لحد القضارف في حدودنا الاثيوبيه. يا اخواننا احنا محتاجين لنا لثوره حقيقيه صح. لكن ما ثوره نظريه بعد في امخاخنا يعني. صحيح، والتغيير ليس تغيير. انا معلش انا يبدو اني زعلان كده. كلامك كلام زول قلبه على البلد يعني، قلبه على الشباب، وده من واجبك انت كخبير زراعه. لكن لو ربطناه ايضا باماتنا واخواتنا الموجودات في البيوت اللي عايزين لقمه العيش الحلال، اللي عندهم منتوجات في بيوتهم، هي منتوجات جميله ومدهشه، حتى منتوجات مصنوعات يدويه ممكن تسوق بالصوره المطلوبه، لكن ما لاقين الدعم الكافي. كيف ممكن نشجعهم عشان دخل الفرد او دخله هم يزيد، وبعد ذاك في المحيط الحول هم يقدروا يستثمروا صح في طريق صح. يا الخيرة المرأة السودانية اللي ربتنا كانت مبتكرة جدا بالقليل من الموارد، عملت لكم الفكرة بتاع فكرة الشرموطة اللي بيعلقوه يدقوه ويخطوه في لحمة بتقعد لها 6 شهور. يعني تعلموا ما بدون ثلاجات بالمناسبة. علمتنا الفكره بتاعت انه البنيه يقعدوا يدقوه يصحنوا بتاعه ناخذه في علبه، علمونا الدقيق ما بعرف يعملوا كيف، علمونا المرحاكه ويطحنوا فيها يعني ابتكروا بمقدار ما عندهم من امكانيات. الان العالم بقى قريه واحده وبقى في الامكانيات بقت متاحه، لكن كيف نقدر نوصلها لاولادنا ونبتكر؟ نبتكر بمعنى انه ندخل الانوفيشن دي وتتكامل الدوره بتاعتنا. انا الليله مثلا لما نجي اعمل الدكوه في بتاعتي اسجد، لكن بكون حرمت كمان المجتمع بتاع النسوان اللي بيعمل دكوه الفول حقه، كان حقه يعني تتواصل الحكايه دي بحيث انه انا استفيد من نفس القاعده دي، اجيب عمال في المصنع وهكذا. يعني مطلوب حتى على مستوى الاحياء والاسواق اللي بتكون تقليديه بالنسبه للمراه ما ندخل فيها مصنوعات من الشركات او كذا، نخلي الجانب ده للمنتوج النسوي فقط، وهم بعد ذاك يسوقوا بطريقتهم الخاصه. او ندخلهم في ما, 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 ما يعرف بالتشين او بالسلسله بتاعت الانتاج البرودكشن تشين، يكونوا جزء من سلسله القيمه. طيب ده قريب يعني ممكن انه يوصلوا مثلا اذا ضربنا بخالاتنا وعماتنا الموجوده في السوق وبيعها الدكوه، انا اصمم طريق جديد وادخلهم هم في سلسله الانتاج، الحاجه دي صعبه يعني؟ ما صعبه، ما انا افرض داير يعني اطور المكشاشه لا مؤاخذه يعني. طيب المكشاشه دي وطورتها بطورها بوصل الستات ديل، ما اقوم اطورها بحيث انه انا اعزل جزء من المجتمع، ما اقصيهم من العمل. بالضبط. هم يكون طيب ده المطلوب يعني. طيب دكتور، لو تكلمنا عن جانب آخر يتعلق بالمنشآت الاقتصادية، المصانع أو غيرها، دائما إحنا اهتمامنا الشخصي بتفاصيلنا السودانية قد يكون ما كبير، لكن بالنسبة للشخص الآخر لأنه بيلقى فيها استثمار عالي فبحاول بقدر الإمكان يستثمر فيها عشان يجد القيمة الكبيرة، فكيف ممكن إحنا نكون حريصين على منتجاتنا السودانية عشان تكون خاصة بينا نحن ونقدر نسوقها، عشان ما يشيل شخص آخر ويقول أنا صنعتها في دولة أخرى أو مكان آخر؟ نعم. طيب أول حقيقة مشكلة الصناعة عندنا في السودان بيحيد منها إنه نحن بنتأثر كثيرا بثقافة الاغتراب. يا إخواننا من السبعينات لحد الآن حاجة بتاعت 50 أو 60 سنة تأثرنا بما يعرف بثقافة المغتربين. ثقافة المغتربين ما هي إلا ثقافة استهلاكية، يعني السكر، الشاي، الدقيق، الهدوم، المبعد، والجنوب بتاعنا إذا اجتهد خالص عربيتين، واحدة بوكسي والثانية صغيرونة، ودي بتستهلك البنزين وتستهلك الجاز وإلى آخره، كان ممكن تكون بص، لكن لا الناس يعني فيتعلمنا نوع من الثقافة الاستهلاكية، ده أدى إلى إنه صناعاتنا ما تمشي. أمشي المنطقة الصناعية تلقى المصانع واقفة تقريبا، واقفة ليه؟ لأنه ما محتاجها الناس، معتمدين على الاستيراد، الناس معتمدين على 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 ما ياتي به المغتربين. تلقى مثلا المصري في اي بلد من البلدان العربيه وحتى الاوروبيه ما يشتري ولا بتعريف، بيرجع يشتري من مصر، لكن السوداني بيجي معتل الشنط، ونحن معتمدين عاده المعجون والسجاير بيجيبوها لنا المغتربين. جميل، احنا سعيدنا جدا بك. المصانع ما بتشتغل بالطريقه يا دكتور. وصلنا الى زمن لهيكتو مني ولا لا عندنا فاصل. طيب حنمشي فاصل ونجيك رايعين عشان نكمل الكلام ده. فاصل مشاهدينا ونتواصل معكم عبر صباح الشروق.
أهلا وسهلا مشاهدينا في ساعة ثانية، نبتدر هذه الساعة ونواصل ما قطع من حديث الحديث عن الجماليات وكيفية تسويق أيضا اهتمام الإنسان بها، وتحدث الدكتور عن الابتكارات الممكن تكون متاحة على أرض الواقع، لكن كيف تنفس محتاجة لدوافع كبيرة جدا وحتى كمان لصبر من قبل شبابنا وقبل مجتمعنا. لكن نوصل ونربط الجماليات والزراعة، الارتباط وكيفية التسويق أيضا وكيفية الوعي اللي بيكون عند المجتمع. ايوه، يمكن ان كثير من الناس يفتكروا انه ما في علاقه بين الجماليات والزراعه، مع انه كلام اللي قالته بالتناداليا كله في النهايه زراعه، يعني الحنة ما هي الا ماده زراعيه بيزرعوها بيروها في النهايه بينتجوها، وفي مزارعين متخصصين فيها، وعندنا مناطق في السودان متخصصه في انتاج الحنة، حتى على مستوى العالم معروف الهند والسودان وين وين وين، والباكستان دي الدول المنتجة للحنة وهي المصدرة لدول الشرق الأوسط، وبالمناسبة أوروبا الغربية ابتدت تستهلك منها كميات كبيرة. يعني معلش ما قاطع يا دكتور، عشان ما أنا أشجع زي داليا ومسالة، المفروض أشجع المصفوفة من بدايتها من الزراعة. مؤكد طبعا. لازم يعني انت عندك سلسلة بتاعت انتاج. نجي لمثلا الريحة، الروائح العطرية. الروائح العطرية دي ما اللبان، واللبان بالمناسبة اللبان الذكر ده بننتجه في النيل الأزرق وبكميات كبيرة، وفي جبال النوبة في منطقة جبل مرة على طول حزام الصمغ العربي، وبنصدر منه أكثر من 10,000 طن من اللبان زيه زي الصمغ العربي. برضو عندنا ال 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 الطلح المش عارف دي كلها الروائح العطرية ما هي إلا منتجات سودانية فيما عدا القليل منها اللي بنضطر نستورده، يمكن زي الصندل والنا. وبالمناسبة ده عندنا شغل برضو بتاع صندل في السودان، لكنه مسكوت عنه لحد الآن لأنه بياخد مرحلة طويلة أكثر من 30 سنة الصندل عشان ما تتركز الروائح بتاعته. الخلاصة دار نقوله إنه والله يعني إحنا مجتمع زراعي، والمجتمع الزراعي ده بيقوم على حاجتين، الزراعة والإنتاج الحيواني، وديل المكونات الرئيسيات لابتكاراتنا الخاصة بالجماليات. ناسنا بيتمسحوا ب يعني بالكركار زي ما قالت بنتنا، الكركار ده عبارة عن ودك، صح؟ الودك ده جاي من الحيوانات، والحيوانات جاية من المزرعة، والمزرعة حقتنا. يبقى في الخلاصة بالمناسبة اهتمامنا بالقطاع الزراعي وبالإنتاج الزراعي بالضرورة هيؤدي إلى اهتمامنا بما يتعلق به من جماليات ومن كوزموتكس. الزهور والروائح، خلينا نبدأ من الليمون جراس، حاجة اسمها الليمون جراس موجود في الأرض بالمناسبة في الزراعة المطرية دي، ممكن ولا في زول قاعد يشيله، ده اللي هو اسمه زهر حشيشة الليمون، ده الخواجات يموتوا فيه، ولو لقوه بيستوردوا مننا بمئات الأطنان. ما عندنا زول ماشي عليه عشان يقطعوا، عندنا السنمكة، عندنا الريحان، عندنا وهكذا. الروائح العطرية الطبية كل الكوزموتكس بتاعتنا يعني من المزرعة. نعم. بتاعت كل هذا متوفر، ويجب انه العمل عليه بعلمية، وانه تتعمل دراسات وبحوث في هذا الجانب عشان ما نقدر نتطور كلنا. دكتور عبد الماجد عبد القادر، احنا سعدنا بك جدا عبر هذه المساحة، وسعدنا بكل ما قدمته لنا دائما كل اثنين عبر هذه الفقرة الاقتصادية البحتة، ونحن الليلة زي حلقتنا كلها ماشية في الجانب ده. شكرا لك في الكوزموتيك. شكرا جزيلا، واتمنى بعد نهاية الحلقة يلقاكم متمسحين بكوزموتكس. شكرا. حمزه ده انا ما اعرف، تعرف الكركار انت ولا لا؟ انت بعد تعرفه وتستهلكه بعد ذاك، ممكن لا انا اعرفه. انا سالتك سؤال، انت ما دايما تهرب انت دايما شاهدنا كذا حملات مع الصباح، ما في حملات ولا حسام، انت عامل ترندات كذا، الحاصل شنو يا حسام؟ طيب حسام بيتكلم عن الكركار، انا ما قاعد اهرب لكن بعرف الكركار. سالتك سؤال عشان تشوف انت يا حسام لو كنت متابع، الكركار هو كان من صميم حديث الدكتور عبد المي عبد القادر، كان بيتحدث طيب عن الاستخلاص. السؤال بسيط يعني انا اوريدي انا عرفت الكركار دكتور، يعني انا عاوز اعرف مسبقا حصل ولا لا. انا بعرفه بعرفه من زمان، استخدم منه حبوباتنا كان في تفاصيل مختلفه في الحياه. اسمع شو حقول لك احلى كل شيء.